صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بشرح الصغير لسيدي أحمد التقدير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في شرح مكروهات الصلاة. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: وكره حبك جسد لغير ضرورة. كره حبك الجسد لغير ضرورة إن قل، وجاز لها أي جاز للضرورة والكثير مبطل. يعني يكره الإنسان يعني يهرش لغير ضرورة. يعني بعض الناس سبحان الله يعني قبل أن يدخل في الصلاة تراه ساكنا، يعني بين الأذان والإقامة يجلس هكذا ولا يتحرك، بمجرد الدخول في الصلاة ويبدأ يتحرك، يعني يعمل كده من غير حاجة، حاجة غريبة أو إيه مثلا، ومفيش حاجة يعني لدغت ولا شيء ولا ناموس ولا أي شيء، لكن الشيطان قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يريد أن يبطل الصلاة بأي طريقة. ويا ريت مرة مكروه، يعني لو عمل كده مرة وسكت خلاص، لكن المشكلة إنه بيشتغل بدليل اثنين. يعني لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ويعني اقف كده انظر، الواحد بيصلي ركعتين لله تعالى نافلة، تجد ايه الحركات، يعني ممكن تعد له 15 حركة في الركعتين، مش هقول خمسة، لا 15 حركة. وده كله ده جاي منين؟ من عدم حضور مجالس العلم. من عدم حضور مجالس العلم هو لا يعرف أن هذه الأشياء مبطلة للصلاة. ولذلك العلماء قالوا لابد أن يتلقى المسلم صفة الصلاة وهيئة الصلاة في مجالس العلم، لازم، لأنه إذا لم يتلقاها في مجالس العلم فكيف يتعلم الصلاة؟ ينظر مثلا إلى غيره جاهل يقلد جاهلا، ما هو ينظر إلى جاهل فيقلد، يظن أنه هو إيه؟ أنه رفع اليدين وتعديل العلم وتعديل السلوك كل ده جائز، وهو الأكبر مني عمل، وهكذا. يعني الناس يقلد بعضهم بعضا في الخطأ. طب يبيت الواحد، يعني حد بيسال عليه ولا بيطق الباب يكبر ولا بصدق، يعني اكبر بالتكبير؟ ايوه هنقول كده، موجود كل الكلام ده، هذا موجود. فهنا حك الجسد لو حك لضروره او لغير ضروره، الحك القليل يعني حك مره او مرتين لضروره او لغير ضروره هذا مكروه، لكن إن كسر أبطل الصلاة، لأن دخل في الأفعال الكثيرة كما سيأتي في المبتلات. وكره بكثرة أفعال هي الخارجة عن الصلاة. ولذلك الشجر: والكثير مبطل. الكثير مبطل، يعني القليل جائز للضرورة ويكره لغير الضرورة، والكثير مبطل لضرورة أو لغيرها. ولذلك مثلا في صلاة الفجر يبقى الذباب مال المساجد، يبقى هنا العلاج إن إحنا لما نيجي نصلي نخلي لمبة واحدة بس في آخر المسجد
وباب المسجد يشبه الصلاه، وان الذباب ده بيبطل معظم صلاه الناس. ليه؟ الهش ده اللي هو ايه؟ يفضل ايش؟ الناموس شويه والذباب شويه، وخرج من الصلاه ولم يكتب له منها شيء. المشكله الامام ابو حامد الغزالي في كتاب الصلاه كما درسنا قال: مما حملني على انني اتحمل يعني الذباب يقع على وجهي وانا اصلي ولا يعني اهشه، انني رايت الظلمه يصبرون على ضرب السياط، يصبرون على ضرب السياط ولا يتحركون حتى لا يقال انهم ضعيف او خائف. سبحان الله، يعني الظالم يصبر على ضرب السياط واحنا مش قادرين نصبر على الذباب نهشه. سبحان الله، يعني ايه مثلا لدغه الناموس هتعمل لك ايه؟ ولا الذباب هيعمل لك ايه؟ انت هشيت مره مثلا والثانيه، لكن خلاص بعد كده عادي ده بيفضل ده كل ركعه فيها 10 مرات هكذا. لا هات منشا من المرة انت عودة ها؟ هات منشا ونش خلاص. نعم. ولو نفخ لما جاب. مثلا احيانا مثلا ينفخ تيجي على انفه ويروح نافخ عشان يطير. والنفخ مبطل السلام. ما هو طبعا ما عندوش علم يعمل اي شيء، حركات كثيرة ينفخ. كل هذه الامور نفخه واحده نعم نفخه واحده في الصلاه ولا ايوه النفخ مبطل كما سياتي، النفخ عمدا مبطل للصلاه وسهوا فيه السجود بعد السلام، سياتي هذا الكلام. طب ولو دخلت الناموسه في دي ضروره ها، لو دخلت في الاذن مش هيقدر يتحملها، لو دخلت في الانف ما يقدرش يتحملها، فهذه الضروره اللي بيقول عليها الشيخ. يعني لو اخرجها بنفسه النفخ بالانف ما يبطلش الصلاه، ما يبطلش الصلاه فغصب عنه هو طبعا لو قلت عشان دي تشغله شغل شديد يعني، هذا جائز للضروره. والعبره من الاخير نعم لا برضه ما ينفعش طبعا ان هو يمسك منديل وكل شويه يمسح الرشق، لا ما ينفعش. يعني هو ممكن لو عنده مثلا رشح ممكن يضع مثلا قطنه في الانف ويتنفس من الفم هذه الحاله، لكن ما ينفعش كل شويه ايه يمسح الرشق، افعال كثيره والضروره ممكن ان نتغلب عليها وضع ايه؟ القطن. يحط القطن يمنع الرشح ويتنفس من الفم. وطبيعي المسكوم بيتنفس من الفم طبيعي. يعني هو لما يكون مسكوم الانسان النفس غير خالص اصلا. وكره تبسم قل اختيارا والكثير مبطل ولو اضطرار. التبسم هو ايه؟ اظهار الاسنان من غير صوت. الضحك يكون بصوت اللي هي القهقه، معروف زي الحشاشين زي ما انت عارف، فالقهقه دي كلام يعني كالكلام بالضبط، لكن التبسم مكروه، لكن ان كسر يعني واحد جباله بيضحك فهو من طول من اول الصلاه مثلا من اول الركعه لاخرها او من اول الصلاه لاخرها وهو ايه؟ متبسم، يبقى قال الشيخ هنا ايه؟ هذا مبطل ولو اضطرار، لانه المفروض لا يقف في مكان فيه ضحك، يعني ما يشغلش واحد شريط ألف نكته ونكته ويقف يسلم، ها؟ لان طبعا ايه؟
يعني هيتبسم وبعدين يضحك. حتى إلا بيضحك هيظل طول الصلاة إيه؟ وهو متبسم، لأن الكلام المسموع إيه؟ مضحك. يعني هو مضطر إنه يضحك. يبقى المفروض ما يصليش في هذا المكان. لأن الكسرة تبطل الإيه؟ إنما تبسم مرة أو مرتين، مرة في الركعة ومرة في ركعة تانية، هذا مكروه. وكلها وانت سألت عن الإنصات، الإنصات للحاجة، يعني واحد مثلا يعني بيخبر بشيء فأنصت قليلا حتى يسمع الخبر، قال فهذا جائز، يعني ليس مكروه. الأشياء الجائزة في أمور جائزة في الصلاة سوف تأتي. نعم. فيعني يجوز إنه إيه لو إنسان أنصت يسمع خبر نجاح، خبر وفاة مثلاً. من هذا. فلو أنصت مقدار يعني بمقدار قليل، يعني ربع دقيقة مثلاً أو نصف دقيقة. هذا أي جائز من الأشياء الجائزة. وبرضه حكاية إيه؟ واحد طرق الباب، كل في الأشياء الجائزة بعض المبطلات، الجائزات سوف تأتي. لو واحد مثلا طرق الباب فأنا عليت صوتي بالقراءة حتى ولو سرا، أعلي صوتي بالآية ليسمع إيه؟ ليسمع الطارق، أو أقول سبحان الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليسبح. يعني إذا عرض لك شيء وأنت تصلي تسبح حتى تعرف الشخص أنك تصلي. أو مثلا طارق طرق الباب، فأنا الباب في القبلة فأنا مشيت وفتحت الباب عشان يدخل، هذا فعل يسير وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارد عند ابي داود وغيره ان السيده عائشه قالت يعني طرقت الباب والباب مغلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فمشى حتى فتح لي الباب ثم رجع الى المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا جائز، يعني ليس من المكروهات هذا الاشياء. يعني في امور جائزه ان شاء الله دي بعد درس المبتدا. من ضمن المكروهات قال الشيخ: وكره ترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة، وحرم ترك المؤكد. وسيأتي طبعا ايه في السهو. يكره ترك سنة خفيفة، مثلا يركع بدون تكبير، او يقول سمع الله، يعني يقوم ساكتا، يرفع من الركوع ساكتا، او ينزل الى الركوع ساكتا، او يرفع من السجود ساكتا، ترك ايه؟ تكبيره واحده، لكن تكبيرتان طبعا يعتبر حرام، لانه يعني في السهو يعني هما سنتان مؤكدتان طبعا يسجد لهما. ذلك الحرم ترك المؤكد كتكبيرتين وتسميعتين او ثلاث تكبيرات او ثلاث تسميعات، ده طبعا حرام ترك هذه الاشياء. او ترك مثلا التشهد، يعني جلس للتشهد ولم يقرا التشهد، كل ده مكروه. طبعا لا احد يفعل هذا، لكن نص العلماء على ذلك. وحرم ترك المؤكد، يعني مثلا واحد بيصلي الظهر وحده او يصلي العصر وحده، فيصلي مثلا بالفاتحه فقط ويترك السوره عمدا، طبعا هذا حرام. يعني اذا تركها عمدا اسد،
وإذا تركها سهوا سجد قبل السلام وإلا بس بطلت. قال له لأنه دخل على الترك فيأثم لترك السنة، لكن لا تبطل السنة. يعني فرق بين الترك سهوا والترك عمدا، السنة بالذات. يعني لو ترك سنة أو سنتين عمدا حرم عليه ذلك، لكن سهوا يسجد قبل السلام. والصلاة صحيحة في كلتا الحالتين. قال وسيأتي في السهو يعني ترك السنن المؤكدة. أما ترك المستحبات أو السنن الخفيفة لا سجود فيها ويكره تركها. وكره سورة أو آية أي قراءتها في أخيرتيه أي في الركعتين الأخيرتين. عندنا في المالكية هذا حكم خاص بالمالكية، يقرأ أن يقرأ في الثالثة في المغرب مثلا أو الثالثة والرابعة في العصر والظهر والعشاء، يقرأ أن يقرأ الصلاة كلها بسورة. هذا مكروه عندنا في المالكية، لكن عند غيرنا يعني في مذهب الإمام أحمد والشافعي قالوا يستحب أحيانا أن يصلي الأربع ركعات بأربع سور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله أحيانا، يعني كان أحيانا يفعل ذلك. وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا علي رضي الله عنهما كانا يصليان دائما الصلاة بأربع سور. ولذلك كما سيأتي في سجود السهو لو الإنسان نسي وقرأ سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة لا سجود عليه، برضو مراعاة لأنها وردت في السنة وفعلها الصحابة، ما نقولش إنها زيادة لا. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معظم أحيانه كان يصلي في الأوليين بسورة وفي الأخريين بفاتحة فقط. احنا عندنا يعني اتباع لأغلب أحواله صلى الله عليه وسلم. أي معرفة الخلاف دي مهمة، علشان إيه؟ لما تسمع واحد بيفتي ما تخطئوش، وديك عارف الايه الحكم. وكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو إمامه فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة كمنع مار بين يديه أو تنبيه على أمر ما. والشأن المطلوب شرعا لمن نابه وهو يصلي التسبيح بأن يقول سبحان الله. التصفيق هو يعني ضرب الكف بالكف هكذا، ده اسمه ايه؟ التصفيق، ويقال له التصفيح. يقال التصفيق والتصفيح. هذا مكروه في الصلاة، لكن حتى إذا كان لحاجة في الصلاة، يعني مثلا سهى الإمام يبقى نقول له سبحان الله ولا نصفق، لأن الصحابة لما صفقوا في قصة سيدنا أبو بكر في البخاري لما في مرض موته صلى الله عليه وسلم يعني خرج سيدنا أبو بكر وصلى بالناس، فخرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فالناس طبعا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صفقوا، وكان سيدنا أبو بكر لا يلتفت وهو يصلي، فأكثروا التصفية يعني زي ما يكون عنه أكثروا، يعني كان صفق اثنين ثلاثة لا ده ايه ما
معظم الصحابة صف. فالتفت سيدنا أبو بكر فإيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم التفت برأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اثبت أبا بكر. اثبت يعني اثبت مكانك. سيدنا أبو بكر طبعا قدم الأدب على الامتثال ورجع. فدخل صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلى جالسا وكان صوته خفيضا، الصوت لا يسمع الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يسمع الناس خلفه، اللي هو التبليغ يعني صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. إنما التصفيق للنساء، يعني إنما التصفيق من شأن النساء، ده تفسير المالكية. فالرجل والمرأة عندنا في المالكية يسبحان، يقولان سبحان، لأن صوت المرأة ليس له. لكن عند غيرنا المرأة تصفق والرجل يسبح عند التنبيه على خطأ في الصلاة، أن يعني يقول سبحانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر: وأنت يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني أمرتك أن تكمل الصلاة. قال: ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الادب على امتثال الامر، قدم الادب على امتثال الامر. وده دليل للامام الشافعي رضي الله عنه في زياده كلمه سيدنا في التشهد، في الصلاه على النبي في التشهد. قال احنا نقدم، هو قال قول اللهم صل على محمد، لكن احنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد. الامام الشافعي قال يستحب زياده لفظ سيدنا تأدبا مع اسمه صلى الله عليه وسلم، تقديما للادب على الامتثال. المالكيه قالوا لا، نقولها كما وردت، نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السيادة فيها سر، كما قال الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري المالكي الأزهري، قال: واعلم أن في السيادة، واعلم أن في السيادة سرا لمن واظب على تلك العبادة. عبادة إيه؟ التعظيم والتوقير والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى أن الله قال: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتعزير والتوقير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا راجع للمولى تبارك وتعالى. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع نور الذي انزل على اولئك، فده من ضمن التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامام حينما يسهو يقال له سبحان الله، يعني جلس بعد الثالثه ما تقولوش قوم، لا يقول له ايه سبحان الله. فان لم يفهم كلمه، يعني قلنا له سبحان الله مش فاهم، نقول له قم الى الرابع او هذه الثالثه. فالكلام هنا جائز من ضمن الاشياء التي ستاتي في الجواز، يجوز الكلام لاصلاح الصلاه كما حدث مع ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه ركعتين، فقال له: أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: بعض ذلك قد كان. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق أو أحقا ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم.
قام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد بعد أن سلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة، يعني أمر يتعلق بغير الصلاة كمنع المار بين يديه، يعني واحد مثلا هيمر بين يديه فمنعه فلم يمتنع يقول سبحان الله، ممكن لو ما مدش ايده ليه يقول سبحان الله ليمتنع. الشيخ بيقول كمنع مار، يعني امر يتعلق بالصلاه او يتعلق بغير الصلاه كمنع الايه؟ المار بين يدي المصلي. او تنبيه على امر ما، يعني انت مثلا عيل هيمسك الكهرباء او عيل هيشرب مثلا دواء او هيفعل اي شيء فامه مش واخده بالها مثلا تقول سبحان الله علشان ايه؟ تتنبه لهذا العيل. او واحد طارق للباب مش عارف انك تبصر فهو بيضرب الجرس او بيخبط خبط شديد فانت تقول ايه؟ سبحان الله. او تجهر بالتكبير، او تجهر بالتكبير. وممكن لو انت بتقرا في الفاتحه مثلا وخلصت الفاتحه وعايزه هو يدخل يبقى تبدا تقول ايه؟ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. جائز. أو واحد طالب بيصلي وجنبيه كتاب وقال له فين الكتاب؟ يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول له ده جائز. بس إيه ما ينتقلش من القراءة للآية، لا يبدأ بها بعد الفاتحة. يبدأ فيها بعد الفاتحة. نعم بس اهم حاجه يكون ايه يعني جهاز الارسال قوي جهاز الاستقبال قوي، لكن لو ده جاهل وده جاهل هيبطل الصلاه. زي واحد كان بيصلي العصر دي حدثت فعلا الله اكبر وبدا يقرا بجهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واحد قال له سر. هو قال ايه؟ اللي قال سر صلاة الفطر. عشان ولا الإمام فاهم ولا اللي وراه فاهم. بدل ما يقول سبحان الله وجوك هيفهم راح يضيع الصلاة كلها، ما كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمون. يعني انت اللي صلاتك صحيحه كان اللي قال سر صلاته باطله. بس هي يعني انت صلاتك ايه؟ فالشيخ هنا قال يبقى اذا التسبيح جائز جائز لحاجة تتعلق بالصلاة أو لحاجة تتعلق بغير الصلاة كمرور الايه؟ المار، يعني يقول له سبحان الله، خاصة لو كان المار أعمى واقترب منك هيعدي قدامك فأنت تقول له ايه؟ سبحان الله أو تجهر بتكبير أو تجهر بآية. أو تقول سبحان الله. أو لتنبيه أي أمر يعني لا يحتمل التأخير. زي واحد أعمى يقع مثلا في بئر أو في حفرة أو صغير مثلا يمسك الإيه؟ الكهرباء مثلا، لابد إيه؟ لابد من التنبيه وجوبا بالتسبيح أو بالكلام أو بقطع الصلاة. لما يبقى فيه ضرر يبقى يجب القطع. ما تقولش أنا مالي مثلا. لا. لا.
طبعا يعني حفظ النفس ده واجب من الكليات الخمس، تقطع له السلام سواء كان امر يتعلق بك او بغيرك، لا فرق بين هذا وهذا. بل والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي التسبيح بان يقول سبحان الله، لكن الكلام لاصلاح الصلاه ممنوع كما سياتي، ممنوع قبل التسبيح. يعني رقم واحد التسبيح للامام، فان لم يفعل كلمه، لكن لو بدا بالكلام يعني جلس بعد السادسه او قام مثلا للخامسه ما يقولوش ايه قم الى الرابع من غير ما يسبح، لا، او اجلس هذه الخامسه، لا، لو بدا بالكلام تبطل. الشيخ قال لابد ان يقول سبحان الله، فان لم يفهم كلمه. الشيخ الصاوي في الحاجه بيقول فان كلمه قبل ان يسبح بطلت الصلاه. خلي بالك بعد ان انتهى الشيخ من المكروهات قال ولما فرغ من الكلام على الفرائض، فرائض الصلاه وسننها ومندوباتها ومكروهاتها شرع في بيان مبطلاتها، فقال وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها، وإلا فبكثير وتصويت ونفخ وقيء وسلام حال شكه في الإتمام وإنبان الكمال. خلي بالك طبعا الفرائض والمبطلات دي أهم حاجة، لأن ما ينقص من الفرائض مبطل، وما يحدث من المبطلات مبطل، فهذان الأمران يجب معرفتهم. أما للسنن والمندوبات والمستحبات والجائزات حتى لو جهلتها لا شيء عليها، لكن الفرض ده يبطل الصلاة. والمبطل كما هو من اسمه مبطل، يعني إن فعلته وأنت تصلي فالصلاة باطلة. فالذي لا يعرف المبطلات تبطل منه الصلاة وهو لا يدري، والجاهل لا يعذر بجهله. خلي بالك، يعني واحد يقول لك ايه يا عم كتب ربكم على نفس الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحيم. نعم، ده اللي يعمل سوءا، لكن الصلاه دي فريضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت لم تتلقى هيئة الصلاة كما هي في السنة حتى تقول إيه إن أنا مش عارف، لا، أنت تتلقى هيئات الصلاة وتعرف المبطلات وتعرف الفرائض، هذا أمر لا بد منه. يعني الصحابة نفع الإخلاص المسيء في السنة نفع، طب نفع الجهل ما نفعوش لما أساء في الصلاة ولم يطمئن ولم يعتدل، رده ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما اعترف بالجهل وقال لا أحسن غير واحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا أحسن، فأجلسه صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن
ثم اركع حتى تطمئن ركعتك، ثم ارفع حتى تطمئن ركعتك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ده الاساس، اساس ان الجاهل لا يعذر بجاهله. بعض الناس يقول لك القبول على الله، اما انت جاهل. لما كان القبول على الله ساعه ما كان ايه الراجل ده بيصلي، ما قالوش ان هو صلى القبول على الله، تتوقع على الله ربنا يقبل منك ان شاء الله. هذا تهريج. بالله عليك لو هو يعمل يعني مشروع شركه زراعيه ولا صناعيه ولا اي شركه اي شيء دنيوي، يسال كم واحد قبل ما يخش في المشروع ودراسه الجدوى، ياخذ شهر ودني لما يتقن هذا الشيء حتى ما يخش يرضى يخش كده على طول، يطلع فلوسه كده ونشتغل له كده يلا هنعمل مشروع كده خلصت على كده ينفع؟ ما يرضاش. لا احسن نخسر. طب ما انت لو دخلت في الصلاه وانت مش عارف الطهاره ولا الاستمرار ولا الاستنجاء ولا الوضوء ولا الغسل ولا ما يجب في الصلاه ولا ما يبطلها، لا شك انها تكون واضحه. لا شك. اقل شيء الاستبراص، بيتبول ويقوم الباقي في المجرى البول ينزل على الثياب وهو يتوضا ويخش في الصلاه ويظن انه ايه؟ صلى وصلاته صحيحه وصلاته باطله. دي ادنى شيء يعني. هنا شوف الشيخ بيقول: ولما فرغ من الكلام على فرائض الصلاه وسننها ومندوباتها ومكروهاتها شرع في بيان مبطلاتها. يعني الفعل الذي يبطل الصلاة، ومعنى الإبطال يعني أنه لا ثواب له فيها لإبطال الفعل، وأنه يجب عليه أن يعيدها أبدا. يعني لو واحد فعل شيء من المبطلات وجلس الآن بعد 10 سنين يقول له ايه عليك صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة المغرب، صلاة لو هو بيفعل ذلك في صلواته كلها 10 سنين أو 40 سنة نقول له ايه؟ تعيد ما مضى من الصلاة يعاد، وإن أدركك الموت يبقى الله أولى بقبول العسر. إذا حق الله فإن شاء يعني عفى عنه ان شاء عزك ولا يسال عما يفعل. هيخش تحت ايه؟ ان الله لا يغفر المشركين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دخلت تحت المشيئه والمغفره هيغفر ان شاء عقبه وان شاء عفى عنه. لان الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالجاهل لا يعذر بجهل. وبطلت الصلاة برفضها، أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها. خلي بالك، يعني أحيانا واحد طبعا دي الصلاة والوضوء يشتركان والصوم كذلك يشتركان في موضوع الرفض ده. وإيه معنى رفض النية ده؟ يعني إذا واحد نبدأ بالوضوء مثلا قاعد يتوضا حس بخروج ريح جاي فنوى انه يخرج الريح، يبقى نوى ايه؟ ابطال الوضوء، ابطال ما فعل. يعني هو ايه؟ غسل ايديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه، وبعدين حس ان الريح جاي فانتظر ايه؟ يخرج الريح ونوى انه يعيد الوضوء من تاني.
ما خرجش البيت. نعم. يبقى كده الوضوء ايه؟ باطل. ليه؟ لرفض النية. رفض نية الوضوء. افتح عليه. أو لو واحد ما حطش ملابس العلم، ملابس العلم زي كده. قال له ما فيش ريحة. يكمل ركن. يقول لك أنا ما خرجش مني دي. لكن ده رفض النية ده مبطل، لأن هي ركن من أركان الوضوء والصلاة والصوم. واحد قال له أنت صايم؟ قال له لا أنا مش صايم. برفض كده. أنا مش صايم. أو قال أبطلت صوم. بطل الصوم. وعليه القضاء والكفارة. هذا رفض النية. كذلك وهو يصلي. هو بيصلي ف يعني شك في هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا، فلم يكبر، لم يكبر وأتم الصلاة. العلماء يقولوا الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، لا تبرأ. المفروض أول ما يشك في تكبيرة الإحرام كبر أو لا يكبر. نوى أو لا؟ يا ترى أنا نويت أصلي العشاء ولا ما نويتش؟ أنا دخلت كده بسرعة وما استحضرتش النية. يبقى فقد ركن وهو إيه؟ النية. زي ما فقد ركن تكبيرة الإحرام والشك فيها، كذلك إذا شك في النية بطلت إيه؟ الصلاة. يبقى يبدأ حتى لو كان في الركعة الأخيرة ولا إمام يكبر كأنه أدرك الإيه؟ الرابعة. والثلاثة ما مضى منها باطل. أو طرأ في قلبه أنه لا يصلي، يعني زي اللي رفض الصوم. ما هي السنية موطنها القلب، ورفضها يكون بإيه؟ بالقلب. وإن قال باللسان يبقى وأطأ اللسان القلب. فالمهم إنه إيه؟ رفض النية يبطل الصلاة والصوم والإيه؟ والوضوء والغسل. سواء قال بلسانه أو قالها بقلبه، يعني رفض الصلاة، رفض الصوم، رفض الغسل، رفض الوضوء، فهو إيه؟ أبطل الصلاة. سواء بالقلب او باللسان. مجرد الانتظار يعتبر مقارنة. نعم. ما نواش. ما نواش في طالب الوجود. انتظر بس. ايوه. ما هو انتظار الريح نفسه يعتبر قائم مقام رفض النية. رفض ما مضى من فعل الوضوء. لو حصل عيب. ها؟ لو حصل عيب. لا، مجرد الانتظار. العلماء قالوا يعني لو انتظر الريح بطلت ايه؟ بطلت النية، لا بطلت النية، يعني نتكلم على رفض النية نفسها، بطلت نية الوضوء، لأن معناها إن هو هيعيد من الأول، هيعيد من الأول، هذه أمور دقيقة جدا، والإنسان يعني بيستصغرها في نظره. يستهين بيها. وبطلت الصلاة برفضها أي بنية إبطالها وإلغاء ما فعله منها. فانتظار الريح يلغي إيه؟ يلغي ما مضى من الوضوء. مش كده ولا إيه؟ بيلغيه. لأنه إيه؟ أن يعيده من الأول. من أول ركن. وبتعمد ركن ترك ركن من اركانها المتقدمه. طبعا التعمد ده لا يفعله الا يعني في الاركان بالذات الا المستهتر والمستهين والمستهزئ بالصلاه.
اللي هو يخش الصلاة مثلا بدون تكبيرة الإحرام أو بدون نية. بس خلي بالك ترك النية ده يترك بجهل اللي هو عدم استحضار. يعني اللي جاي من بره سريع يلاقي الإمام راكب الله أكبر من غير ما يستحضر يعني نية الصلاة اللي داخلها هو. والمفروض ما يخشش بالطريقة دي، يخش كده الله أكبر. لا، لازم يقف يعني خمس ثواني بس، خمس ثواني عشان ينوي صلاة العشاء في إيه؟ في جماعة. لازم ينوي إيه؟ المأمومية لازم، عشان في فرق بين الإمام والفذ والمأموم. طب إيه اللي يميز بين الثلاثة؟ النية. ما هي النية شرعت لتمييز العادات عن العبادات ولتمييز العبادات عن بعضها. أنت داخل إيه؟ جماعة ولا فذ؟ ولا إمام؟ ده بيخش الله استحضر إيه ده؟ ولا حاجة. استحضر يصلي بس. لكن لابد إنه إيه؟ نية الجماعة ونية المأمومية دول لابد منهم. واخد بالك؟ ونية الصلاة ذات الصلاة ذات الصلاة ونية الصفة اللي هي الأداء مش قضاء. لو اختلف مع الإمام في القضاء ده أداء وده ما ينفعش عندنا، لابد الاتحاد النية. يعني يصلي العشاء أداء جماعة الله ده المطلوب. لا، في فاصل كبير نية خروجه من البيت على ما يجي هنا. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. لكن النية الفصل البسيط لو انت مثلا قاعد في اخر المسجد وناوي صلاة العشاء، كونك مشيت من اخر المسجد الى الصف الاول ده فصل يسير. لكن انت خارج من البيت يعني بتخرج، ممكن واحد يكلمك في الطريق، لسه هتخلع النعم، لسه هتخش المسجد، ده فاصل طويل، فاصل بين النية والتكبير. احنا عايزين النية حتى في الغسل عند أول مفعول، النية في الوضوء عند أول مفعول، يعني أول ما تبدأ تنوي الوضوء، رفع الحدث، رفع الحدث الأكبر عند غسل الفرج، هو أول إيه؟ مفعول في الغسل، أول مفعول في الوضوء غسل اليدين، تنوي الوضوء عند تكبيرة الإحرام، مش هي أول مفعول؟ طيب، قصد الشيء إيه؟ مقترنا بفعله، اللي هو يسموه استحضار النية، استحضار النية، بعدين أنت داخل تصلي جماعة، مش هتصلي لوحدك، لأنك أنت لو هتصلي فذ بتدين الصلاة لنفسك. لكن في الجماعة يكفي إقامة إيه؟ واحد. يعني سنة كفاية، كفائية، سنة كفائية، يعني أقام واحد يكفي على كل اللي في المسجد. لكن في الفذ لازم يتم نفسه. يعني الفذ له أحكام، وفي الجماعة له أحكام، والإمام له أحكام. خلوا بالكم من المبتلات دي جدا جدا. وبتعمد ترك ركن من أركانها المتقدمة، وكذلك بتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود بخلاف زيادة ركن قولي. وأركانها القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، وبقية الأركان فعلية.
إلا أنه لا يتأتى زيادة، زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام لتكبيرة الإحرام أو فاتحة، فرجع الأمر إلى زيادة الركوع أو السجود، ويلزم منها زيادة رفع، يعني كان يعني ركع ورفع، وزاد ركنين. وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس، لأن يعني الجلوس يعتبر ركن. ويعني طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل كثير، فنتركه إن شاء الله للدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.